وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله. عبده هذا رد على الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الإلهية، فهو عبد وليس معبوداً. ورسوله هذا رد على الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم على طرفي نقيض، طائفة غلت فيه ورفعته إلى مقام الألوهية، وطائفة فرطت في حقه وجحدت رسالته. فنحن نقر بالأمرين، أنه عبد وأنه رسول عليه الصلاة والسلام. نعم.